مشاهدي الإخبارية الأولى بالجزائر أينما كنتم طاب أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضية ونقاش. كنا وسنبقى فضاء للرأي والرأي الآخر. حالة ترقب غير مسبوقة تسود الرأي العام في انتظار الكشف عن هوية الحكومة الجديدة وسط تجاذبات تصنع الحدث إعلاميا. حرب كلامية بل نيران صديقة وضرب تحت الحزام هو عنوان للمعارك السياسية الطاحنة بين زعامات التيار الإسلامي هنا بالجزائر، والتي وجدت نفسها في قلب نقاش عصف باستقرارها. الاستوزار مصطلح شتت مواقف الإسلاميين بين من رفض الرضوخ لمغريات السلطة وبين من يسارع لعرض خدماته التيار الإسلامي في مفترق الطرق. بالمقابل حرب صامتة بين أويحيى من عام الأرندي وجمال ولد عباس الأمين العام للأفلان حول هوية الوزير الأول وتشكيلة الحكومة الجديدة، خاصة وأن الغموض يكتنف آلية تكليف عبد الملك سلال بإدارة المشاورات حول الحكومة الجديدة، خاصة بعد لقائه المعلن بعبد الرزاق مقري رئيس حركة المجتمع السلم وعدد من الأحزاب الأخرى التي تدور في فلك الرئيس، وهو حال تاج والأفلان. كل هذا وأكثر مشاهدينا سنحاول إثارته في عدد اليوم من برنامج قضية ونقاش مع نخبة من الإعلاميين والسياسيين، لكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا. نشرف في النقاش مباشرة المشاهدين، لكن قبل ذلك أسعد بالترحيب بضيوفي الكرام سليمان شنين القيادي بحركة البناء. مساءك سعيد سيد الكريم. وسيرافقنا أيضا الإعلامي عبد الوهاب كروح مدير الموقع الإخباري الجزائري. مساءك سعيد سيد الكريم. وسيكون معنا أيضا الدكتور عاشوري عبد الرزاق نائب رئيس جبهة التغيير. مساءك سعيد سيدي الكريم. وسيكون لنا اتصالات هاتفية مع نخب سياسية تمثل العديد من التشكيلات السياسية، حمص، النهضة، جبهة العدالة والتنمية، وأيضا الأفلان. نبدأ النقاش مباشرة معكم سيد عبد الوهاب بكروح مدير الموقع الإخباري الجزائر. اليوم سيسبنس، حال ترقب في انتظار الطبخة الجديدة إن صح التعبير. لا أحد يعلم ماذا يحدث بالضبط في على هرم السلطة، خاصة بخصوص الحكومة الجديدة. شفنا سلال التقى برئيس حركة مجتمع السلم، شفنا ردة حركة مجتمع السلم اللي قالت أن مجلس الشورى سيفصل في المشاركة أو لا. أحزاب أخرى عرضت خدماتها مباشرة. سلال في لقاءاته الضيقة يقول أنه كلف رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، وهنا سنتحدث يعني عن حكومة سلال ستة. شفنا صدام بين أويحيى والأرندي، ماذا يحدث بالضبط كمدخل لحصة اليوم؟ بالفعل يعني الذي ربما ترى انتباهنا كملاحظين يعني كإعلاميين هو ربما خرجة الوزير الأول عبد الملك سلال الذي شرع في طبعا الخبر الذي خرج الإعلام هو أنه استقبل قيادي رئيس حركة على فكرة مصر. يعني حمص هي من أعلنت الخبر. نعم. لا يوجد أي بيان ولكن رسمي، ولكن المثير للانتباه وربما الذي زاد الطين بلة أو زاد من تعقيد الأمور كما تفضلت حضرتك هو أن الوزير الأول لم يعني ينفي أو يكذب، بل بالعكس يعني استمرت الأمور وتلاحقت الأحداث إلى درجة أن كل يعني اليوم خمس تشكيلات أو أربع تشكيلات يعني تكون قد التقت. ولكن في هل الدستور الجزائري يبيح ذلك؟ هل الدستور الجزائري يعني يسمح ب يعني للحكومة المنتهية ولايتها بالشروع في التشاور أو المشاورات لتعيين حكومة جديدة؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الجمهورية الذي هو مؤسسة أو مؤسسة الرئاسة لم تصدر إلى غاية الآن، إلى غاية هذه العشية يعني بيانا أو يعني يقضي بتكليف الوزير الأول عبد الملك سلال بالتشاور بشأن هوية الحكومة القادمة. وهذه نقطة غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن الدستور الجزائري سواء دستور 63 أو دستور 1989 وحتى دستور 96 و2002 و2008 و2016 كلها تنص على أن الرئيس مؤسسة الرئيس هو الذي له الحق في إنهاء مهام الحكومة وتعيين حكومة جديدة. نعم. ثم بعد ذلك التشاور
هناك نقطة ثانية وهي في غاية الأهمية طبعا حتى لنا لا أطيل، وهي أن المجلس الدستوري لم يفصل نهائيا في النتائج. فمن هذا المنطلق أقول بأن الطبقة السياسية في عجلة من أمرها، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال على أكثر من صعيد. نعم. الوزير الأول هل كلف رسميا؟ الطبقة السياسية هل انخرطت بعلمها أو بدون علمها؟ هذا هو السؤال. نعم. دكتور عاشوري عبد الرزاق نائب رئيس جبهة التغيير، أكيد أنكم تتابعون النقاش الدائر في الساحة السياسية والإعلامية، كيف لو أنتم جزء من هذا النقاش، كيف ترون في جبهة التغيير شروع الوزير الأول الحالي عبد الملك سلال بقبعته يعني حكومة سلال 5 في جولة مشاورات التقى من خلالها بحليفكم في الانتخابات، لا أدري إن كنتم حلفاء الآن أم لا، حركة مجتمع السلم؟ نبدأك من الأخير، بل هي تحالف وفي إطار مسار وحدة بإذن الله الذي سوف يجسد قريبا بإذن الله عز وجل، إن لم يكن في منتصف رمضان فهو بعد رمضان بإذن الله عز وجل. مقري قال إذا شاركنا في الحكومة نذهب إلى مؤتمر يقدم استقالة ويذهب إلى مؤتمر استثنائي، معلش هذه والوحدة تؤجل. لا هذه أرى كذا، ولكن هناك مؤسسات وهناك أشياء رسمية يعني لابد أن نقول إليها بدون أي شيء. أنتم في جبهة التغيير كيف تقرؤون خرجات عبد الملك سلال؟ شرع في مشاورات، لم نرى بيان للرئاسة أو أي شيء، شرع في مشاورات مع الأحزاب السياسية. الحامي للدستور هو الرجل الأول في الدولة، هو السيد رئيس الجمهورية، فأول من يدافع عن صلاحياته هو الرئيس، فبالتالي هذه ممارسات كذا، إذن دليل على أن الإنسان يدرك ما يفعل، يدرك ما يقوم به وكيف يتحرك. جبهة التغيير كيف تعلق على هذه المسألة؟ سمحني نكمل لك هذه فقط، وهذا هو طبيعة المسار وهو المخاض الذي يتبع أي انتخابات. بعد نتائج الانتخابية بصورة أولية يكون فيها هناك مشاورات، العيب فيها فقط هي أصبحت على شكل مكشوفة، في الأصل تم بكل هدوء مع واجب التحفظ من كل الأطراف المعنية والمقصودة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هذا هو الشيء. المسألة الثانية بالنسبة لي، احنا بالنسبة لنا في جبهة التغيير رحبوا بأي تواصل مع الطبقة السياسية القريبة والبعيدة، الموالية والمعارضة بدون أي شكل، لأن هذه جزائر من جزائر الجميع، لابد أن نساهم فيها جميعا. نعم. نذهب إلى الفكرة بالموقف. نعم. بالموقع كل شيء، هذا موقف جبهة التغيير. نذهب إلى ناصر حمدادوش القيادي بحركة مجتمع السلم، مساءك سعيد سيدي كريم. أهلا وسهلا أخي أحمد وبك وبجميع الضيوف والمشاهدين. شكرا سيد ناصر حمدادوش، أكيد أنه ضبابية كبيرة تحوم حول المشهد السياسي سيد ناصر، خاصة حول مستقبل حكومة سلالة الحالية، أيام قلائل قبل فصل المجلس شورى حركة مجتمع السلم في قرار مشاركة من عدمه، يبدو أن القيادات قيادات الصف الأول في حركة مجتمع السلم مجمعة على عدم الانخراط في ما يصطلح عليه بالحكومة الجديدة التي سيقودها الوزير الأول عبد الملك سلال إلى إشعار آخر. يعني نعم، يعني المراقب من بعيد يرى بأن حتى هذه المشاورات التي يقودها الوزير الأول يعني هي خارج حتى إطار الدستور الحالي، لأن الأصل يفترض أنه تنهى مهام الحكومة السابقة تقدم استقالتها ثم يكون هناك تكليف رسمي لوزير أول جديد، ولكن بناء على رزنامة زمنية مرتبطة بالتعديل الدستوري الأخير، وهو أنه لا بد من الإعلان النهائي للمجلس الدستوري على نتائج الانتخابات، ثم بعد ذلك يكون فيه يعني التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الذي سيكون يوم 23، ثم بعد ذلك تتحدد من هي الأغلبية البرلمانية، بناء على ذلك يقوم رئيس الجمهورية وفق الدستور الأخير باستشارة هذه الأغلبية لتعيين الوزير الأول، ثم بعد ذلك تنطلق هذه المشاورات. لكن نعم، واضح أن هناك أمر واقع فرض ونشتم منه، أنه حتى في نوع من الصراع داخل أجنحة السلطة في فرض توجهات معينة، وبدأت هذه المشاورات قبل أوانها، ومع ذلك نحن بالنسبة إلينا في حركة مجتمع السلم هذه دعوة رسمية وجهت إلينا للمشاركة في الحكومة، ولكن سيتم تداولها بكل سيادة وبكل حرية من طرف مجلس الشورى الوطني. نعم. يوم 19 مايو الجمعة القادمة، ولكن نحن بالنسبة إلينا نعتقد بأن يعني المشاركة في الحكومة مستبعدة، وخاصة أن شروطها لم تتوفر،
وأن يعني هذه الحكومة قد لا تعمر طويلا، وهي جاءت على وقع الرئاسيات القادمة وستطبق برنامج لم نزكيه نحن، وكذلك يعني ستكون حكومة لم تقبل بالتوافق السياسي الذي تحدثنا عنه، إضافة إلى أنها حكومة تفتقد إلى البعد الشعبي، خاصة أن نسبة المقاطعة مرتفعة جدا، وأن أحزاب السلطة لن تتحصل إلا على حوالي 2 مليون نعم. صوت من سيد ناصر حمدادوش، هذا 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 الموقف يعبر ربما على تيار داخل حركة مجتمع سلم، بالمقابل فيه تيار آخر يدعو للمشاركة ويعتبر الدخول في الحكومة ليس بالجريمة يعني أو بالخيانة، وهو حال رئيس حركة مجتمع سلم السابق أبو جرة السلطاني. ألا تتخوفون من وقوع انشقاق آخر في الحركة، حركة مجتمع سلم الأم، أو حتى في التحالف مع جبهة التغيير؟ لأنه بعض العناوين الصادرة اليوم قالت أنه عبد المجيد مناصر رئيس جبهة التغيير قال في إحدى تصريحاته الإعلامية أنه ما عبر عنه مقري أو قيادات الصف الأول في حمص لا يعبر بالضرورة عن موقف جبهة التغيير. نعم، يعني هذا التنوع في المواقف والآراء والاجتهادات السياسية هذه ظاهرة طبيعية، ونحن نفتخر بها في حركة مجتمع السلم، أن الحركة زاخرة بكل هذا التنوع وهذا الثراء، ويعني كل واحد عنده وجهة نظره ومبرراته، وتبقى لحد الآن مجرد آراء شخصية وآراء انطباعية. ونؤكد بأنه في الأخير نحن حركة قوية وكبيرة بمؤسساتها، ومؤسسات الحركة هي التي ستفصل في ذلك، والجميع سيكون ملزم بتنفيذها واحترامها. نعم. يعني الآن يسمح بحرية الرأي والتعبير، وهذا النقاش يعتبر نقاش ديمقراطي حر نثمنه ونعتز به، ولكن مؤسسات الحركة هي التي ستفصل. بالنسبة لإخواننا في جبهة التغيير نفس الشيء، نحن نؤكد بأنه سوف يكون هناك قرار جماعي وتشاركي وتوافقي في وفق الاتفاق الإطار لمشروع الوحدة الاندماجية والتنظيمية بيننا، ولذلك لا خوف من التباين في الآراء سواء داخل الحركة الواحدة أو بين الحركة وجبهة التغيير. فيعني صدورنا تتسع والحركة تسع الجميع، لسنا في تكن عسكرية، لا يمكن أن نحجر على عقول الآخرين، والمؤسسات الرسمية للحزبين هي التي ستفصل يوم الجمعة في اجتماع متزامن، ونحن لدينا آليات في إطار اتفاق الوحدة فيما بيننا، سوف لن نختلف، سيكون هناك موقف موحد ويدخل في إطار هذه الوحدة، ولن يكون سببا لا في انشقاق ولا في انقسام ولا في تفجير مشروع. وصلت الرسالة سيد ناصر حمدادوش القيادي بحركة مجتمع سلم، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. أعود إليك سيد سليمان شنين قيادي بحركة البناء. التيار الإسلامي يصنع الحدث هذه الأيام إعلاميا وسياسيا، يعني مثلا تحالف حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير وأيضا اتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فيه تباين في المواقف والرؤى تجاه العروض التي قدمت من طرف الحكومة من أجل الدخول في الجهاز التنفيذي الجديد. بخصوص الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، كان فيه تصريح لرئيس جبهة العدالة والتنمية أبو جاب الله عبد الله، قال فيه أنه لن نقبل بأي مشاورات مع الوزير الأول عبد الملك سلال، لن ندخل في الحكومة. رد قيادات من حركة البناء قالت أنه هذا القرار أو هذا الموقف يلزم إلا عبد الله جاب الله. نفس الشيء بالنسبة للتحالف حركة مجتمع سلم. الأكيد أن الجزائر بحاجة لمثل هذا التنوع، والأكيد أن التحالفات التي وقعت في التيار الإسلامي هي ليست تحالفات حزبية محضة بقدر ما هي تحالفات من أجل الجزائر ومن أجل الوضع الذي تشهده الجزائر. هذه التحالفات جاءت تلبية لعدم الوقوع في مآلات لا قدر الله والانحدار إلى المجهول. التحالفات جاءت رسالة للوطن، استمرار وحدة وطن، استمرار السيادة في القرار الوطني، وعدم تعريض البلاد إلى أي نوع من أنواع المغامرة التي تعودنا من بعض زمر النظام السياسي أن يرتكبوها بالجزائر. هذه التحالفات جاءت من أجل خدمة الشعب المواطن الجزائري. للأسف الشديد الحكومة الجزائرية فوتت فرصة الانتخابات في قضية تنظيمها وما تبعها من احتجاجات لازالت مستمرة. ربما سيعلن المجلس الدستوري اليوم موقفه النهائي، ولكن في النهاية هناك تصدع وعدم اغتنام لفرصة الانتخابات اللي كان بالإمكان
أن تخرج النقاش إلى نقاش آخر غير خارج إطار مشارك الحزب الآن. يعني الواقع الآن يقول الواقع فيه تشتت في الواقع يقول لا الواقع حول عرض الحكومة ليس هناك تشتت بقدر ما هي آراء موجودة، منها آراء تقليدية موجودة وآراء تقليدية مثلا في الحركة الإسلامية، التيار الإسلامي كمن هناك من يبني توجهاته وقناعاته على أن المشاركة السياسية هي جزء من استراتيجيته ومن رؤيته في التعامل مع مشاكل المجتمع والوطن، ومن يرى بأن المشاركة السياسية هي نوع من أنواع إضفاء شرعية لمن لا شرعية له. نحن في حركة البناء ما زلنا نعتقد بأن المشاركة السياسية هي رؤية استراتيجية نبني عليها كل قناعاتنا ونقول بأن هذه وندافع عليها مع الجميع. هل تلقيتم أي عرض من الحكومة؟ لا أعتقد أننا تلقينا عرض من الحكومة في هذه الفترة، ولكننا في نفس الوقت أعرضون خدمات. لا 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 ما هذه خصة ما ليست من مواصفاتنا. نحن لن إذا نعرض خدمتنا نعرضها على شعبنا، وهذه موجودة إن شاء الله، وربما سيرانا مواطنون في رمضان وفي الأزمات الاجتماعية سيرانا المواطنون معهم وسنعرض خدماتنا ونتشرف بخدمة شعبنا. أما موضوع الحكومة، أولا ما كاش واحد لنعرضه لهذه الحكومة، هي جزء من مؤسسات الدولة. ثانيا إحنا عندنا رؤية استراتيجية مبنية على أساس أن الحكومة لابد أن تبنى من، يعني نشوف هذا الوضع الحالي لا يمكن أن تبنى. تتحدثون كأن تملكون يعني كتلة أو أغلبية في البرلمان لا يمكن حتى تفرضون منطقة. إيه الأغلبية ذلك الكلام، الأغلبية والأقلية إحنا ندعو إلى حكومة توافقية، والحكومة التوافقية تختفي في هذه المصطلحات. إذا كان النظام السياسي يدرك بأن البلد معرضة لتهديدات حقيقية مثل ما كان يقول رئيس الجمهورية في اللقاءات المتعددة فتحتاج إلى توافق يغيب فيه معنى الأقلية والأغلبية، لأنه مقياس الأقلية والأغلبية مطعون في مصداقيته عند الجميع. إذا توجهنا هذا التوجه نعتقد بأن الأغلبية والأقلية تذوب، يعني نمشي في اتجاه توافق تعاون مشترك، هذا أمر مهم. ويبقى الآراء التي ترفض المشاركة هي آراء محترمة، لا يجب أن كما قال إذا كانت المشاركة لا تجرم فالرافض للمشاركة يحترم ورأيه. نعم. سأعود إلى هذه النقطة. عبد الوهاب بكروة، في خضم هذه الضبابية طرأ صراع من نوع آخر بين الأفلان، الحزب الذي يتشدق أنه حزب الأغلبية، الحزب الحاكم، الأفلان هو الدولة والدولة هو الأفلان مثل ما قال جمال دعباس ذات يوم. بالمقابل أحمد ويحيى حافظ على كاريزمته المعهودة، يعني يلعب على بعض الأوتار هنا وهناك، عنده 100 مقعد في البرلمان. حتى عندما سئل عن تشكيلة الحكومة ودخول سلال في مشاورات مع حمص قال أن الأرندي لا يستشار. تعقيبك؟ يعني بكل صراحة، لأن ربما البداية كانت غير موفقة، وهذه قراءتي يعني متواضعة، من الأمين العام جبهة التحرير. يعني بأي حق من يقول بأن جبهة التحرير هي الدولة والدولة هي جبهة التحرير؟ في اعتقادي أن دستور 89 أنهى هذه الجدلية إلى الأبد، وتحول حزب جبهة الوطني إلى حزب كبقية الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية في الجزائر، لا يختلف عن حزب يملك مقعد أو حتى من ليس له مقعد. هذه واحدة. ثانيا أنه ربما التحديات اللي عرفها حزب جبهة الوطني خلال مرحلة إعداد القوائم ثم ربما الحملة الانتخابية هي التي دفعت التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام للتجمع ليس للهجوم وإنما للرد على بعض التصريحات التي جاءت من هكذا حزب، يعني وعلى الرغم من أنه يدعي بأنه أكبر حزب في الجزائر. أنا أعتقد أن يعني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ليس بالشخص العادي. لماذا؟ لأنه يحمل قبعتين، والقبعة نعم القبعة يعني مع احتراماتنا الحزب كحزب كبير ومئة مقعد في البرلمان وعشرين سنة الآن في الممارسة السياسية وبالبلديات في المجلس الشعبية الولائية، استوزر عدة مرات، له أربع حقائب في الحكومة الحالية، ولكن أيضا منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، فهذا لا يستهان به. في اعتقادي أنه أنا هذا الذي ربما أضيف وأعود للتأكيد على أنه هل ترى لو كان الرئيس فقد الأمل في أن يكون وزير الأول؟ لا أمام أمر واقع، يعني لا سلالة ويقوم في مشاورة. لا 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 ربما سأتي إلى هذه النقطة ولكن في عجالة. قلت يعني لو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر سلال بالتشاور، في اعتقادي أنه يستحيل أن يغيب هذا الأمر أو هذا المعطى، يعني هذا المعطى هذا على مدير ديوان الرئيس، مستحيل. لو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو الرئيس مهما كان أعطى هذا التوجيه أو هذه الاستشارة أو هذا التلميح
حتى ولو بطريقة غير رسمية. في اعتقادي أن المعطى هذا لا يغيب على ويحيى لا يغيب عنه. ويحيى المعروف بانضباطه كان سيسير في الاتجاه ولا يدلي بالتصريح من سنعود لهذه النقطة. لكن قبل ذلك نذهب إلى الأخضر بن خلاف القيادي بجبهة العدالة والتنمية. مساوك سعيد سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الأخضر بن خلاف، أكيد أنه الرأي العام في انتظار يعني الطبخة الجديدة المتعلقة بالحكومة بعد إعلان نتائج التشريعيات، حقائب وزارية في المزاد، الإسلاميون يعني بشعار يعني طمع يفز الطبع كما يقال هنا بالعامية، خاصة وأنه الأحزاب الإسلامية على الأخص تعيش على وقع يعني نقاش كبير بين تياراتها بين قياداتها حول المشاركة أو مقاطعة الحكومة القادمة. أنتم في جبهة العدالة والتنمية ربما فصلتم في الأمر، لا نقاش لا حوار لا تفاوض مع الحكومة، ليس كذلك سيد الأخضر بن خلاف؟ هو أولا بداية نحن لا نعترف بهذه المشاورات لأنها مشاورات غير دستورية وغير قانونية وغير ملزمة. ولأول مرة في تاريخ الجزائر للأسف الشديد قبل إعلان المجلس الدستوري على النتائج النهائية يباشر الوزير الأول يعني هذه المشاورات التي في الحقيقة نعتبرها لا تلزم أحد ولا تلزمه حتى هو لأنها غير دستورية وغير قانونية. ومن ثم نحن في الاتحاد وكذا في جبهة العدالة والتنمية لم نبين بعد حتى موقفنا من الانتخابات، فنحن ننتظر الطعون التي قدمناها تقريبا في 20 ولاية وهي طعون مؤسسة وقانونية وفيها كل الأدلة التي تؤكد أحقيتنا في المناصب التي يعني سلبت منا في الحقيقة ظلما وظلما. نعم. سيد الأخضر من خلاف، ترى أن النقاش الآن حول هوية الوزير الأول سابق لأوانه أم أنه فيه يعني معطى آخر نريد أن تكشف عنه؟ هي السلطة في الحقيقة تريد أن تنسي الشعب الجزائري في التزوير العام والشامل الذي مس العملية الانتخابية، وذلك بمشاورة هذه المشاورات حتى من ليس مع الأحزاب ولكن ببعض القيادات يعني في الأحزاب لترك الأحزاب ولترتبك هذه الأحزاب وتبقى في مناقشات عقيمة بداخلها. وهذا أسلوب اعتمدته السلطة هذه المرة وهو أسلوب ذكي كي تنسي الشعب الجزائري والأحزاب في هذا التزوير الشامل والعام. نعم سيد الأخضر بخ... نحن ننتظر النتائج النهائية التي يعلنها المجلس الدستوري ثم نناقش هذا الأمر، ونرى كذلك بأنه ليس هناك مانع لمناقشة مستقبل الحكومة ومستقبل الوزير الأول ومستقبل مشاركة الأحزاب، من يشارك لا يشارك، ولكن نحن في الاتحاد عموما وفي جبهة العدالة خصوصا نرفض هذه المشاركة المهينة الذين يأخذوا مقاعدنا ويأخذوا أصواتنا ويأخذوا حتى مقاعدنا في أهم المعاقل لنا كوهران وولاية شرق الجزائر ثم يطلبوا منا المشاركة، ومن ثم نحن مع المشاركة التي تعزز المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي وتأتي عن طريق الشعب وليس عن طريق التعيين من طرف الحكومة. ولكن هذه المشاورات نعتبرها مشاورات دردشة كما وصفها في يوم ما الوزير الأول عندما كان يدردش إذا صح التعبير مع الأحزاب فيما يخص الدستور، وتلك الدردشة لم تلزم أحد. وعلى هذا الأساس ننتظر المشاورات القانونية والدستورية كما يحددها يعني الدستور والقوانين المنظمة لهذا الأمر. نعم سيد الأخضر بن خلاف، سؤال آخر يتعلق ربما بالمنحة الآخر الذي يعني يناقش في الساحة السياسية والإعلامية والمتعلق بطبيعة أو هوية تركيبة أو تشكيلة الحكومة القادمة. هل أنتم مدام أنكم تتحدثون على أن البلد يعيش وضع اقتصادي صعب، على أن البلد يعني يتجه نحو يعني الدخول في الحيط يعني كما يقال بالعامية، هل نحن اليوم أمام ضرورة أو خيار أم حتمية أننا نلجأ إلى حكومة كفاءات يعني لمواجهة الوضع الحالي للبلد؟ هي السياسات الخاطئة التي اعتمدت من طرف السلطة والرجال الذين وضعتهم السلطة لتنفيذ هذه السياسات الخاطئة أوصلتنا اليوم إلى الطريق المسدود في شتى المجالات سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن ثم فنحن
يعني في الهاوية. نحن نتكلم عن الحقائق التي يعيشها الشعب الجزائري وليس الحقائق التي تذكر في نشرة الثامنة، ونحن نتكلم على الجزائر الحقيقية وما يعانيه الشعب الجزائري من مشاكل في شتى المجالات. ومن ثم في السلطة اليوم هي عاجزة على أن تواصل نفس السياسة لوحدها، لأنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية لوحدها، ومن ثم تريد أن تشاركها يعني بعض الأحزاب القريبة منها التي دائما تقبل بتلك المشاركة التي تأتي عن طريق التعيين وليس عن طريق الانتخاب. وهذا واضح في هذه المشاورات، خاصة وأنها ارتبطت كذلك بموعد 2019 والذي ممكن أن يقدم إلى 2018. ومن ثم السلطة تريد اليوم أن تجمع أكبر عدد من الأحزاب لمشاركتها في سياساتها الخاطئة، نعم، وفي وضعها الاستراتيجية المقبلة. نعم سيد الأخضر بن خلاف، المتعلقة بالرئاسيات القادمة. نعم سيد الأخضر بن خلاف، على ذكر ترتيبات المتعلقة بالرئاسيات القادمة والوضع الاقتصادي وغيرها من النقاط التي أشرت لها، اليوم الشارع الجزائري يصطدم بثنائية واضحة، ما كانش سلال فيه ويحيى، ألا توجد خيارات أخرى بالنسبة لكم؟ وهل الوضع السياسي والاقتصادي يعني، وأنه مثل ما تحدثنا الأسبوع الفارط فيه معادلة، يعني من يقود يعني مرحلة البحبوحة ويفشل، هل سينجح في مرحلة فيه أزمة اقتصادية؟ هكذا يطرح الشارع الجزائري مثل هذه التساؤلات. الجزائر ليست عقيمة لم تولد فقط يحيى أو سلال، بل هناك من الجزائريين القادرين على تسيير هذه المرحلة الصعبة وقادرين على إنقاذ ما يجب إنقاذه. ولكن هذه السلطة التي تريد الاستمرارية في الفساد وفي نهب المال العام وفي السياسات الخاطئة تظهر لنا اليوم وكأنما هناك قطبين، قطب يمثله الوزير الأول سلال وقطب آخر يمثله مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وكأنما الجزائر عجزت أن تأتي بأناس آخرين قادرين على تسيير البلد. فالجزائريون سائموا من النكت وسائموا ممن يحرمهم من أكل حتى حب ياورت وغلق المؤسسات وتسريح العمال، بل هناك من الجزائريين القادرين على تسيير شؤون البلاد وإخراج البلد من الأزمة التي تتخبط فيها وخاصة في الجانب الاقتصادي. فالذي عجز في تسيير البحبوحة المالية عندما كان برميل البترول وصل إلى 140 دولار، هل هو قادر اليوم على تسيير الأزمة؟ ومن ثم هم يريدون أن يأتوا بحكومة أزمة يوسعونها للأحزاب والشخصيات كي يحملونها المسؤولية، وهذا في الحقيقة تسيير خاطئ وهو استمرار للفشل الذي عشناه. نعم سيد الأخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية الذين وصلت الرسالة. سيد الأخضر بن خلاف وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد عاشوري، تعقيبكم على ما قاله القيادي بجبهة العدالة والتنمية حول ثنائية سلال ويحيى، حول طبيعة المرحلة القادمة والرجالات القادرين على تسيير هذه المرحلة بعيدا الحساسيات الحزبية الضيقة. بدون أي مشكل، هو كل رجل قيادي، كل رجل سياسي هو حر في رأيه وعنده وجهة نظر محترمة ولا بد أن نقدر، وهذه وجهات النظر لا تعتبر وجهات نظر متضادة ومتناقضة، بل هي تتكامل، يمكن أنها لا تتكامل في الحين ولكنها تتكامل بعد حين. إذن لابد أن نبتعد كذلك عن الثنائية حتى في الخطاب وفي الرأي والرأي الآخر. لا نرى بأن وجود قيادي في حزب آخر يعني يخالفني في الرأي أنه يناقضني، كذلك وجود شخصيات. إذن المسألة هذه، أنا فقط قبل ما نكمل في المسارك نقول لك حاجة، أنا حبيت أن المواد الدستورية لما تصدر في الدستور ليست مواد صماء، هذه مواد تؤطر مجتمع، تؤطر مسار دولة. إذن أنا حر في كيفية التعامل معها، لا أخالفها، ولكن في الكيفية هناك لافينيتي هذه لازم تكون في كيفية التعامل، في كيفية إسقاط هذا الدستور، كيف نجسده على أرض الواقع. إذن لابد أن نتعامل معه، هذه هي بما يسمى الليونة والسيولة في كيفية الحفاظ على دولة، في كيفية إنجاح مسار أمة، هذا هو المطلوب. أنا أشوف بلي رأي المشاورات هذه كلها لو كانت هاد أو كذا نعطيك فيها ربعة عوامل أساسية، عندها عامل أخلاقي وعندها عامل حزبي وعندها عامل سياسي وعامل استراتيجي. فالعامل الأخلاقي يعتبر من باب أخلاقيات أن السيد أو الجهة أو الفئة أو الموجهة أو المؤسسة
أخلاقيا تقدرك وتحترمك وشايفة فيك الخير وشايفة في مجموعة من الخير. هذا شيء مهم وأساسي كثير من تغضوا عليه. إذن عارفين باللي يروا خيرنا وين موجود في كثير من الأحزاب وليس إلا الأحزاب المحسوب عليها هذا النجاح. إذن كذا المسألة الحزبية، إذن مامنين بيك باللي يرى قوة حزبية وشعبية قائمة في هذا الوجود لذا يستشيروك، هذا شيء إيجابي. أنت لماذا وجدت؟ لكي تستشار، لكي تمن، لكي تسير، لكي تساهم، لكي تشترك، لكي تعين، لكي تساهم في إنجاح هذه الدولة وهذا الشعب وإيقاظه وحسن القيام به وحسن التعامل معه. هذا الشيء. المسألة السياسية أن المرحلة هاتي لا تقتضي وجود حزبين أو ثلاث، بل من نريد بما يسمى توسيع بما يسمى الساحة السياسية إلى أكثر من حزب وإلى أكثر من ثلاثة، وهذا شيء. وهناك أشياء استراتيجية يمكن نأمل أنه على مستوى الخمس سنوات هذه والعشر سنوات على حد بالنسبة إلي كبير أن نعيش درجة من الاستقرار. سؤال مباشر، جبهة التغيير مستعدة لدخول الحكومة لو عرض عليها حقيبة؟ يعني هذه بالنسبة إلي تقول إلى المؤسسة الشورية وهي مجلس الشورى والذي سوف ينعقد يوم الجمعة 19، وإحنا قلنا وصارحنا في ذلك وكنا واضحين في ذلك أنه هذا الشيء نتشاور فيه ونخرج بالقرار ونتوافق مع من تيار الغالب في جبهة التغيير، تيار الغالب، ونتوافق مع حركة المجتمع السلم في قرار مجلس الشورى لكي نخرج، لأنه لابد أن نخرج متوافقين برأي واحد كل من جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم حتى نؤمن وحدة صفنا وإنجاح وحدتنا وخدمة دولتنا. نعم، نتوقف هنا مشاهدينا مع فصل قصير ونعود لا تذهبوا بعيد. مشاهدي الإخبارية الأولى بالجزائر، إنما كنت بطابة أوقاتكم أهلا ومرحبا بكم معنا الجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش. كنا نتحدث في الجزء الأول عن الضبابية التي تحوم حول تشكيلة الحكومة الجديدة وتكليف الوزير الأول عبد الملك سلال بقيادة المشاورات، وبالتالي نحن أمام أمر واقع، حكومة سلال ستة تطبخ، أليس كذلك سي عبد الوهاب كروح؟ أعتقد أنه هناك توجه غالب أو يريد أو يراد له الغلبة أن هذا الذي سيكون حكومة سلال ستة. الآن يعني عندما يقول أخي الدكتور عبد الرزاق أنه إيجابي أننا نتوجه في هذا الاتجاه، فهناك من يقول أيضا وهذا حقه أنه يعني أقدس الأقداس في البلد هو الدستور. نعم، هو الدستور. يعني إذا يعني وضعنا هذه الاستشارة في غير سياقها الدستوري فنحن بشكل أو بآخر ندوس على الدستور، ندوس على الدستور. نعم. يعني ويعني الحبر الذي كتب به هذا الدستور لم يجف بعد، يعني ستة يعني دعني دعني أوصل يعني أوصل فكرتي فقط. يعني أنا ربما أنا غير معني، أنا يعني من وجهة نظر الإعلامي الملاحظ فقط، مواطن يعني نعم، وتنعكس عليك هذه الاستشارات. نعم، لأنه الآن يعني إذا سلمنا وتوجهنا وقبلنا بهذه بهكذا ممارسات فإننا نفتح الباب إلى انحرافات ربما أخطر في المستقبل. يعني عندما نسمح بهكذا ممارسات فيعني لا يمكن في يعني غد أو بعد غد أو الأسبوع القادم أننا نقول بأننا مثلا نتراجع عن يعني هل يعقل أن رئيس الجمهورية الذي هو مؤسسة مهما كان الشخص أن يتنازل مثلا على حق الدستوري؟ هل تعتقد أنت مثلا دعني هل فاصل سؤال في هذا؟ هل تعتقد أن سلال يعني يمكن أن يجرع على خطوة غير مقبولة من رئيس الجمهورية؟ أواصل فقط يعني هل يعقل مثلا أن مؤسسة الرئاسة الجمهورية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتنازل مثلا على يعني أمر دستوري في غاية الخطورة والأهمية هو مثلا إعلان الحرب إلى الوزير الأول؟ لا، مستحيل أن يقبل هذا الأمر. هذا ممكن مرحلة جس نبض برك، هكذا ممكن أيضا تكليف سلال جس نبض الاستشارة بشأن تعيين الحكومة. يفترض يعني أخلاقيا، عندما تحدث أخي عبد الرزاق على البعد الأخلاقي في الأمر، أخلاقيا نصبروا يا سيدي، خلينا نصبروا، لأن مواد الدستور 2016 واضحة، يعني خلال 15 يوم تكون نتائج المجلس الدستوري جاهزة ويعني ونشرت والحكومة تقدم استقالتها. ليش نستعجل؟ لماذا العجلة؟ معلش خلينا نسمع سؤالي. لماذا العجلة؟ هناك نية مثلا التشاور والحوار هي صفة مطلوبة ومطلب سياسي ملح، مش اليوم والبارح وغدوه.
لا بد من التشاور السياسي، لا بد من الحوار السياسي. ولكن يا أخي يا أخي سليمان، يا أخي سليمان، يا أخي سليمان، يا أخي سليمان، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل الخمس سنوات اللي مرت ما تحاورنا، ما تشاورنا، ما التقينا، ما 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 ولا في جلسة تاع خمس دقائق، واليوم في أسبوع نريد أن نقطع هذه الأشواط، أن نحرق هذه المسافات. مش راح نحط مكاني، مش راح نحط بلاصتي في مكان وندافع على حكومة ارتكبت مجازر في الانتخابات. ولكن تبقى أنك مطالبك السياسية الشريفة مثل مطلب الحوار والتشاور، هذا مطلب شريف سياسي تاع دول متقدمة ويتلائم مع الوضع اللي تمر به البلاد. معليش هذا مطلب سيشنين في هذه النقطة، معناتها السلطة بطريقة أو بأخرى اعترفت بأننا في 2017 كاين ظرف استثنائي وأنه فيه أزمة، مدام أنه نفس الحكومة نفس الأشخاص، ويحيى نرجع قبل سنة، قيادة الأفلان قبل سنة، الوزير الأول قبل سنة، قلت البلاد ما فيهاش أزمة. لماذا نذهب إلى حكومة توافقية؟ لماذا نذهب إلى حكومة كفاءات؟ هذا التشاور هو 2014 الأزمة الاقتصادية، ولا أحد في البلد أراد أن يعترف بها. ضيعنا على نفوسنا أربع سنوات، 2014 2015 2016 و17. اليوم نأتي نقول بأنه في هناك عجلة، في هناك أزمة، في هناك أزمة مالية اقتصادية، يعني أخلاقية. شيء آخر، شيء آخر. مثلا أنت تشكيلة سياسية، يعني كيف تستقبل تصريح القوة السياسية الأولى في البلاد يقول لك من لا يتبع برنامج الرئيس ما كانش عنده بلاصة في الحكومة؟ لا شوف شوف هذا جمال دعباس اللي قالها، مانيش أنا. الهزال السياسي موجود في كل عند الأحزاب الأغلبية، وموجود عند الحكومة، وعند الوزير الأول، وعند سيد رئيس مدير الديوان. يعني العطاء السياسي والمردود السياسي الهزيل الذي لا يتلائم، يعني وكان جاو يحشموا هذا النسبة تاع المشاركة في الانتخابات تصفى على الحكومة الحالية. لو كان جاو يحشموا الشعب هذا اللي ما صوتش، اللي صوتش والأصوات، ولم يصوت على الحكومة، والملايين والملايين التي صوتت بالورقة الملغاة. يعني هذه رسالة سياسية بليغة في مدلولها وفي مضمونها، نقدر نتكلم عليها ساعات. ولكن مع ذلك، مع هذا الظرف ومع هذا الوزن الموجود، هل الآن لما نشوفوا هذا الوضع نقولوا باللي سياسة أمر واقع؟ لا شوف أمر الواقع، سياسة أمر واقع كاين، كاين السلطة، سلطة الواقع، سلطة الأمر الواقع موجودة. نتفق مع الكثير من يقال بأننا في شرعية معطوبة، شرعية ماهيش كاملة، ناقصة شرعية، ولكن دائما هذا الوضع تاع الشرعية المعطوبة وشرعية الناقصة أفضل من لا شرعية كليا. وهذه الشرعية المعطوبة ما نقولش تترمم، لا، يمكن أن تتجاوز المخاطر الأكبر التي يمكن أن تأتي من بعد من خلال تشاور الحوار، بشرط يكون مضمون الحوار مش هذا الشكل اللي راه مطروح فيه. أنا أعتقد باللي الناس فهموا هذا اللي كلفوا بالحوار، فهموا الرسالة خطأ. الآن المطلوب وش هو؟ البرنامج الوطني اللي يتفقوا عليه الناس من أجل إخراج البلد من أزمتها، مش فقط أني نشاركك في الحزب، مش قضية اسمية وتسمية وزارات هذا هذا برنامج، هذا برنامج، هذا برنامج الرؤية الاستراتيجية، هذا هذا المطلوب. خلينا نستمع رأي آخر، نستمع رأي آخر، نستمع رأي آخر، في عجالة. سمحني عبد الوهاب، خلينا نكمل. أنا لما نقول أننا في مرحلة توافقية نريد بما يسمى حكومة واسعة تماما، وانت تقول لي بلي راه لازم يطبق البرنامج تاعي تاع الحزب، يعني هذين الشيئين المتناقضين. يعني ما تمش انك في مرحلة تشوف انك على انتخابات رئاسية، انك على مرسل، انك تشوف عندك ظروف جد صعبة وتقول لي تملي عليا، تقول لو جيت نملي عليك راك حققت نتائج ايجابية، هاو النتيجة اللي خارج منها الرب اللي يعلم بينا فيها. اذا من هذا الباب انت ما تشترط اي شيء، تشترط شيء يحقق لك درجة من الاستقرار، وماذا بيك يساهموا الناس الكل، يساهموا كل الجزائريين، كل الأطراف السياسية، دون شروط مسبقة، دون شروط مسبقة تماما. خلي باش كل جزائري يساهم مساهمة إيجابية، يعطيك إضافة، يعطيك شيء يخلي المجتمع. النقطة الخطيرة، الخطيرة، وحتى يعني بعض الأصوات المعارضة والأصوات اللي تراقب من خارج الدائرة كلها، أي هناك من يقول يا أخي هناك من يريد القفز على إرادة الرئيس، وهذا شيء خطير للغاية، شيء خطير للغاية. وهناك من يقول بأن هناك الذين يستعجلون الأمور، هناك مصالح يراد الدفاع عنها، يعني ليس مصالح البلد يعني بصفة عامة، مصالح كل التيارات، ربما لوبيات، ربما لوبي. نعم نعم يا أخي أحمد، تفرض حسابات تتعلق بالمرحلة القادمة، حسابات اقتصادية، حسابات تموقع، حسابات ما بعد الرئيس اللي يريدون بناءها من اليوم والدفاع عليها، والتموقع الحالي
لربما لحمايتها في المستقبل. ويريدون توريط الشيء الذي يعرفونه من بوتفليقة أنه ولا مرة يتخلى على صلاحياته. ولكن المطلوب أكثر من ذلك يا عبد الوهاب، نحن نأمل ذلك أن لا يتم توريط الأحزاب هذه وتقبل بالمشاركة في الحكومة، وهي عندها حسابات تتعلق بمرحلة قادمة، وهي مجرد ربما ديكور في وضع. أنا أعتقد بأن أغلب الأحزاب، أحزاب بما فيها الأحزاب اللي يتحدثوا لها الأحزاب الإسلامية، عندها أجندة وطنية وعندها أولويات حماية وطن وعندها معرفة دقيقة بما يجري داخل لكن الشعب الجزائري. أن تسقط لا 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 تسقط في وضع اقتصادي. شعب قال لك جبنا حكومة كفاءات، حسابات سياسيه خلوها. شعب قال لك، شعب قال لك اشياء كثيره، رسائل كثيره. شعب قال لك يا وسي اذا حبيتوا ديروا حكومه نحيونا من الحكومات اللي عينوهم رجال المال، حاربونا الفساد باراده سياسيه من اعلى السلطات، جيبونا كفاءات. هذا واش جيب لنا قدرات على كفاءات وجيبوا برنامج حقيقي جاد. راهو مش رانا نكمل مره نقول ونعاودوا، اللي دار الاشتراكيه ما يديرش راس الاقتصاد والسوق، اللي مشى في الفكر الاحادي ما يمشيش في الفكر التعدديه، اللي فشل في ملفات بسيطه على مستوى وزارته ما يقدرش، اللي ما قدرش يوفر الادويه ويقول للناس باللي الادويه ما يقدرش ينجح، اللي ما دارش في الفلاحه ما دارش كذا ما يقدرش ينجح. نستمع إلى رأي قيادي بالحزب الحاكم الأفلان عبد الحميد سعفيف. مساوك سعيد. أهلا وسهلا سيد عبد الحميد سعفيف القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني. الأفلان وكأنه بزخمه التاريخي وأرقامه المحصل عليها في برلمان 2017 وكأنه على الهامش الآن، وأن الأحداث تجاوزته وأصبح أمين عام القوى السياسية الأولى في البلاد، يذهب إلى المكاتب ويستشار بعد حزب حركة مجتمع السلم. يعني ماذا يحدث بالضبط عندما نستمع الغريم أحمد ويحيى يقول يعني بالفم المليان يقول نحن الأرندي لا نستشار؟ أولا معنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحيي قناة النهار وأحيي السادة المشاركين في هذه الحصة. أنا في الحقيقة أتفاجأ يعني عندما أرى أو أسمع تدخلات البعض، وخاصة سي بكرو عندما يتكلم ويؤكد على بعض التصريحات. فأنا لا أعتقد أننا وصلنا في مشاورات فعلية لتشكيل الحكومة، فهذه تعتبر إلا مشاورات أولية من أجل جسر النبض فيما يخص استعداد التشكيلات السياسية التي تريد أنها تنتمي إلى الطاقم الحكومي. نعم سيد عبد الحميد سعفيف، هذه النقطة فقط، هذه النقطة حتى لا نمر عليها مرور الكرام. هل تعتبرون أنتم في الأفلان أنه سلال لم يكلف بعد رسميا بقيادة الحكومة الجديدة؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولكن أنا أعتبر أن فخامة رئيس له كل صلاحيات دستوريا أنه يكلف من يرى لربما القيام باستشارة، كما كانت استشارة من قبل فيما يخص تعديل الدستور. فأنا لكن هنا فيه نصوص دستورية واضحة سيد عبد الحميد سعفيف. ربما سيد بكروح لديه سؤال ممكن يعني أن يطرحه عليك. نعم يعني بكل صراحة يعني مساء الخير أخي الكريم، يعني بارك الله فيك. السؤال المباشر يعني ما دام الاستشارة بمتعلقة بالدستور كان فيه أمر من رئيس الجمهورية وكان فيه تكليف مباشر من سيد من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لسيد الأمين السيد مدير الديوان أحمد أويحيى، فلا يمكن المقارنة حسب يعني فهمي أو معرفتي متواضعة، لا يمكن يعني المقارنة بين موضوع تكليف الاستشارة بشأن الدستور وتكوين الحكومة، لأن الأمر الدستور غير دستور يعني غير موجود ضمن الدستور. أما تعيين الحكومة فهو أمر دستوري ولا يمكن القفز عليه ولا يمكن أيضا تفويضه لأي كان مهما كان. تفضل يعني سيد عبد الحميد سعفيف لكل الجميع. يعني خلي سي عبد الوهاب نسمع. لم نصل إلى المرحلة الفعلية لتشكيل الحكومة، لم نصل إلى هذه المرحلة، فهذه عبارة عن مشاورات، عن حوار فتح مع كل التشكيلات يعني التي تريد أنها تلتحق بالطاقم الحكومي. وأنتم تعلمون أن فخامة الرئيس في كل خطاباته الأخيرة تكلم على إشراك كل القوى الحية من أجل المشاركة في صنع القرار
ورفع التحديات المستقبلية. هذا اعتراف من نزيل قصر المرادية على أنه البلد يعيش أزمة، إذن عكس ربما تصريحات الأفلان والأرندي يقول لك أنه الجزائر بلد مؤسسات وما فيش أزمة حتى نذهب إلى استثنائية غير منعزلة على ما يجري عبرا عقاريا ودوليا. ولكن أنا أعتقد أن هذه المنهجية فتسمح لكل تشكيلة سياسية التي، وأنا أؤكد ما قاله الأخ الأمين العام عندما يقول أن كل تشكيلة التي تريد أنها تكون في الائتلاف الحكومي لابد أنها تتبنى برنامج فخامة الرئيس. كيف حزب في المعارضة يتبنى برنامج الرئيس يا سيد عبد الحميد بن؟ أنا لا أشاطر من يقول أن برنامج الحكومة ليس برنامج الرئيس، هذا شيء غير صحيح. فالحكومة لها خطة تنفيذية لبرنامج الرئيس الذي انتخب بأغلبية سائقة من طرف الشعب الجزائري. نعم. لا زال رئيس الجمهورية، لا زال برنامجه هو نعم. هو السائد، ولابد على التشكيلات السياسية التي تكون في الحكومة أنها تتبنى برنامج فخامة الرئيس. نعم سيد عبد الحميد سي عفيف، نقطة أخرى، الغريم الأرندي اليوم كان فيه نيران صديقة من قبل أمين عام الأفلان جمال الدعباس اللي قال بصريح العبارة نعم ويحيى له طموح في خلافة الرئيس بوتفليقة في 2019، قال أيضا أنه الطمع يفز الطبع، يعني في إشارة إلى الخرجات وتلميحات الأخيرة لأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بقبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية. هل تعتبر أنه رغم الوضع الاقتصادي الحالي، رغم نتائج التشريعيات، رغم الرسالة التي أراد الجزائريون إيصالها من خلال المقاطعة أكثر من 65%، يعني أنه السباق نحو المرادية يعني بدأ مبكرا، ما محل خرجات الأفلان والأرندي، وخاصة أنه أنتم في الأفلان دائما ترفضون مبدأ الثنائية، دائما الأفلان عنده مرشح الإجماع أو مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم رانا أمام ثنائية، ما محلكم من الإعراب سي عبد الحميد سي عفيف؟ أولا لابد أن أذكر أن منذ المؤتمر 10 لحزب جبهة التحرير الوطني فخامة رئيس هو الرئيس الفعلي لحزب التحرير الوطني، فهذا ما يقدرش الإنسان ينكر هذه الحقيقة، فهو الرئيس الفعلي، وهذا لا يعني أنه ما هوش رئيس كل الجزائريين. نعم. هذا هو الشيء المعمول به دوليا في كل التنظيمات المتقدمة الديمقراطية إلى غير ذلك. إذن هذا أمر، أما ما تقولونه فيما يخص التصريحات التي تأتي من الأمين العام لحزب التحرير الوطني أو الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي، فهذا شيء غير جديد بالنسبة لنا، لاحظناه في لا لأول مرة نسمع أنه أمين عام الأفلان يتحدث مباشرة على سيناريو خلافة الرئيس بوتفليقة عن طريق يعني صندوق، يعني لا 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 أبدا، ما هوش أول تصريح بالنسبة النوايا التي غير المعلن عليها، فكل واحد له نيته، ولكن إلى حد الآن الشيء المتأكد هو لدينا رئيس جمهورية إلى غاية. نعم سيد عبد الحميد سي عفيف، آخر سؤال، يفهم من كلامكم أنكم لا تعارضون تولي عبد الملك سلال رئاسة الحكومة مرة أخرى، يعني مدام أنه قال في يوم من الأيام أنا مناظم الأفلان والدستور واضح أنه رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية في تعيين الوزير الأول. أولا لابد أن أؤكد مرة أخرى أن سلال مناضل حزب جبهة التحرير الوطني، هذا أي إنسان ما يقدرش ينكر شيء، هو مناضل جبهة التحرير الوطني. الدستور الأخير واضح يقول أن فخامة الرئيس يقوم باستشارة لدى الأغلبية البرلمانية، الأغلبية البرلمانية متكونة من حزبين أو ثلاث أحزاب، وله الحق وله كل الصلاحيات من أجل تعيين أي شخصية تنتمي إلى تشكيلة من هذه التشكيلات. وإذا رأى أن الأخ سلال فهو قادر بشكل نعم. يقود سيد عبد الحميد سي عفيف، من بين يعني أكثر من 164 نائب برلماني أفلاني لا يوجد أي شخص مؤهل لأن يكون يعني مصدر ثقة ويكون رئيس أو وزير أول. شوف كل إطارات جبهة التحرير الوطني فهم محل ثقة، كل إطار جبهة التحرير الوطني هذا، ولكن هذه الصلاحيات هي بصلاحيات فخامة الرئيس. نعم. فهو الذي يرى من هي الشخصية السياسية المؤهلة لرفع التحديات المستقبلية. نعم. سؤال آخر، وصلت الرسالة مدام وصلت الرسالة سي عبد الحميد
سي عفيف، آخر سؤال يتعلق، الآن تملكون 19 حقيبة وزارية في حكومة سلال خمسة، شفنا وزراء ترشحوا على رأس قوائم الأفلان في عدة ولايات، الآن السيناريو ماذا تتوقعون سي عبد الحميد سي عفيف، أو ماذا تأملون أيضا، لأنه أكيد أنه غالبية الوزراء المترشحين في قوائم الأفلان يريدون العودة لحقائبهم الوزارية، والآن هناك إشكال، كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ ما هو عددهم قليل، أكيد أنكم إذا تم في حكومة ائتلافية راح تنقص عدد المقاعد، فهم عددهم قليل، خمس وزراء ترشحوا للانتخابات الشرعية، فقط خمس وزراء من الكتلة الوزارية لجبهة التحرير الوطني، وأنتم تعلمون أن التشكيلة الحكومية المقبلة سوف تكون انطلاقا من الأوضاع التي نتجت عن انتخابات الشرعية السابقة. أولا ربما المجتمع السلم يلتحق بالحكومة فله عدد من الحقائب، فيه الارندي عنده 100، فيه تشكيلات سياسية أخرى مثل الامبيا والتاج أيضا إذا كانوا في الحكومات كلهم حقيبة أو حقيبتين. أنا أعتقد أن تشكيلة الحكومة سوف تكون نظرا لنتيجة الاستشارة التي يقوم بها الآن وكلف بها الأخ عبد الملك سلال. شكرا لك سيد عبد الحميد سي عفيف القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني. يعود إليك سيد سليمان شنين، استمعت إلى موقف يعبر عن حزب الأغلبية. للأسف الشديد هو الحزب الأغلبية لم يقرأ الرسائل التي وجهت له في الانتخابات، أعضاء مكتب سياسي وسقطوا في الانتخابات، وزراء وسقطوا وزراء وخذوا لولا التدخل، يعني انتخابات نزيهة لولا تدخل، لا كانت رسائل موجهة معروفة من أنا نظن بلي أحسن الناس اللي يقرأوا الرسائل ومجموعة الأفلام يقرأوها مليح يعني ما نحتاجش أنا باش نعرف لا يعرفوا مادام إنه الشعب يعرفوا مليح من توجهت الرسائل وسببها بالأسماء وبالتالي ما زلنا نتحدث وضعنا لكن نرجع للوضع. شوف الانتخابات هذه فضل. المفروض الانتخابات نتجاوزوها بما حدث منها، لأنه ما نربطش مصير بلاد بانتخابات ممارسة في الانتخابات حدثتك في الانتخابات الماضية، ما زال ما وصلناش باش ننظموا انتخابات نزيهة للأسف الشديد، جيراننا والناس اللي بعد علينا نشوفوا كيفاش راهم يديروا، بهربوا علينا بعيد، عيب علينا، عيب على حكومتنا، عيب على بعض المراكز الانتخابية، ممثلين الأحزاب هم اللي مارسوا التزوير، يعني رؤساء البلديات وغيرهم هم اللي مارسوا التزوير، عيب على الطبقة السياسية التي ما زالت تعرف بتخلي البلاد ترهنها في ممارسات سلبية، الواقع سلبي، التشخيص للواقع نتفق عليه. الحلول موجوده، لما يمشي في لازم البلاد محتاجه التوافق ما ديرليش لا ريفيرونس تاعو هذه الانتخابات اللي راهي مطعون فيها، توافق شيء اخر، يعني نرجعوا المطالب ننظر لا موش بهذاك الدرجه، لا نرجع ل 62، رانا في 2017 بالامكان اننا نجدد في طروحاتنا السياسيه لتجاوز المرحله، تجاوزوا مرحله بنفس الرجالات بنفس الوجوه اعتقد لا بامكاننا ان نجدد في الوجوه، مشي يعني حكومة ولكن ما فيش قابلية للتجديد أخي سليمان، يعني ما فيش قابلية، هناك رفض مطلق للمضي نحو يعني إعطاء الأمل لهذا الشعب، يعني لماذا يعني اليوم لماذا نستبق حتى الدستور، لماذا نقفز حتى على الدستور يا أخي، خلي يعني خليه يزيد وسميه ما شئت، يعني لماذا اليوم نحن أنت تقول لي مثلا التجديد والتشبيب ما فيش إرادة، يعني ما فيش إرادة سمع لما اليوم يا عبد الوهاب اليوم اللي تجاوزنا الدستور، حتى الدستور أنا نظلوا نعفسوا عليه يا عبد الوهاب، هذا في عمره أنا أقول لك الأخطار إذا كان إرادة الشعب أقل من سنة، إذا كان الدستور نصه الأساسي هو الشعب مصدر السلطات وإرادة الشعب تنتهك، يبقى كان مواد الدستور هذه قام عندها حتى معنى، ما عندهاش معنى الحقيقي، محتاجين إلى أخي سليمان اليوم السفارات الموجودة في العاصمة الجزائر، كل السفارات الموجودة في العاصمة الجزائر ما يفهم والو، المشاهد الكريم يشوف فينا هذا المساء، هذا كل السفارات والمعلومات اللي عندنا، الناس اللي راي ربما في الساحة السياسية اللي
ما هم فاهمين والو. المفروض يهمنا بالدرجه الاولى شعبنا يا عبدالوهاب. 2016 يعني من سنه قبل من سنه اليوم احنا نعرفوا على الدستور بعد اقل من سنه. غير معقول يعني غير معقول. السلطه الجزائريه لما تريد تفهم الواقع الاجتماعي الحقيقي تفهمه بسرعه، تفهم أفضل من الدبلوماسيات الخارجية الموجودة في البلاد، ولذا سارعت مباشرة إلى من؟ إلى استشارة الأحزاب، لأنه بالنسبة إلي قرأت جيدا من النتائج الانتخابية، ما أفرزته الأصوات الملغاة، ما أفرزته نسبة المشاركة، لذا سارعت مباشرة بغية احتواء. شوف بما يسمى هذا الداخل والخارج أيضا. نعم الرسالة نعم موجهة للداخل وللخارج في نفس الوقت. أنا بالنسبة لي أننا نسارع الزمن بغية كذا. أنا شاطر سليمان لما أقول أنه مرحلة هذا؟ نعم لا العكس بالنسبة لي طرح استراتيجي طرح تأميني، طرح استشرافي، طرح يأمن الوطن، يأمن الشعب، يسارع في حلول استعجالية. لكن أنت تتحدث على أمور لكن الواقع عكس ذلك. مثلا أقدم تشكيلة سياسية الأفافاس غالقة أبوابها، الأرسيدي نفس الشيء، حركة مجتمع سلم، حزب العمال، يعني تتحمل على شباب المستقبل أو تاج أو الأبنية. يا حفظ احنا نشوف لا هذا هو الأمر، هذا هو نعود نرد لك. رئيس الجمهورية يملك، نقول من هذا الموقع أنا مسؤول على هذا الكلام، يملك الأدوات والرجالات التي يصل بها الأفافاس ويصل بها لقوى أخرى. أكيد مش هو سلام وأكيد لن يكون أويحي، لكن كاين خزانة الرئيس تملك رجالات أخرى تملك تصنع التوافق، ولذلك كانوا يخرجوا من التقليد. ما هوش هذو اللي يصنعوا التوافق، التوافق عنده رجالات وعنده ناس، عنده ناس اللي يقنعوا بهم، عنده ناس نظاف. ما تقدرش أنا تجيب لي واحد فاسد ولا عائلته فاسدة ويقنع الناس باللي كان شفافية، مستحيل. ما تقدرش تجيب واحد عنده ممارسات إقصائية في حياته في مساره السياسي ومن بعد يجي يقنع الناس بالتوافق والإجماع. نقول لك تعقيبك على هذا، على ما قاله سي عاشور. أنا نشاطر فقط أنه سنربطها بشيء ثاني، ولا بد أن يكون هناك برنامج اقتصادي متوافق عليه. نتوافق على الشأن السياسي ونتوافق ذلك على البرنامج الاقتصادي. لماذا؟ لأن الرسالة التي وجدناها أثناء الحملة الانتخابية، الشعب يعاني من ماله، من قدرة شرائية جد ضعيفة، زيادة على ذلك أزمة بطالة، إن لم نقل هناك انعدام مناصب شغل فهي قليلة أو شحيحة جدا، زيادة على ذلك بما يسمى شح الموارد المالية أصبحت جد محسوبة. نشوفه في البترول كيف أنه أصبحت سعره الحالي هو ثلث السعر الذي كان سابقا موجود، إذن دليل على أن هناك من خنق للموارد المالية التي كنا نستنشق منها. وبالتالي سيناريو الأقرب، سيناريو الأقرب سيناريو الأقرب سيناريو الأقرب بعيدا عن سياسة الأمر الواقع والتغنانت وغيرها، إلى أين نتجه؟ الوضع الاقتصادي صعب جدا، صعب جدا وصعب للغاية وسيستمر. هذا يعني مش كلامي، هذا يعني بالقراءات الأكثر تفاؤلا على الصعيد العالمي. الخمسية القادمة ستكون صعبة للغاية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية حقت اكتفاءها من النفط والغاز الصخري، هذا يعني ربما سيحول اهتماماتها إلى أشياء أخرى. القانون الضرائب الجديد في أمريكا، الأمور التي يعني التزم بها انتخابيا الرئيس الأمريكي، نعم، لشركات العاملة في مجال البيئة، يعني هو لن يهتم كثيرا بالبيئة. تحولت التي حدثت في يعني في جوارنا أمامنا، يعني سواء في فرنسا أو في بعض البلدان الأوروبية، يعني نحن لسنا في معزل على هذه الوسمة. فإذا لم تكن هناك نظرة ربما تمنح الأمل للشعب الجزائري، تمنح الأمل للشباب، تمنح الأمل لربما الجهات التي كانت تعتقد أنها ربما ظلمت، ففي اعتقادي أن القفز على بعض الحقائق ولي ذراع جهة تريد لي ذراع جهة أخرى، وربما الحفاظ على المكاسب التي تحققت في غفلة من مؤسسات الجمهورية ومؤسسات الدولة في مرحلة من المراحل، أنا في اعتقادي هذا لا يخدم البلد، وفي اعتقادي هذا ربما لن يزيد إلا في تأجيج الوضع، وفي اعتقادي أنه سنكون في يعني في مر الى 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 مرحله من الوهن والضعف اكثر، و سيناريو لا نخرج من الجزائر تملك من الموارد البشريه ومن الامكانيات ومن الفرص ما تستطيع بها ان تخرج من هذه الدائره ومن هذا التشخيص الذي نتفق عليه. فقط هناك حوكمه، رشاده في الحكم، توجه نحو خيارات مستقيمه بعيده عن اللوبيات الجديده،
بهذا نقدر نخرج بلادنا وامل كاين شعبنا في اقل من 10 ثواني. السيناريو الاقل قادرون على تجاوز كل الصعوبات وعلى تجاوز كل التحديات بشرط ان نتوافق فيما بيننا على برنامج سياسي واقتصادي واضح وفعال نجفف به ينابيع الامل نجفف به ينابيع الالم وننشر به باذن الله عز وجل. شكرا موصول لكم انتم ضيوفي على الكرم. الشكر موصول لكم انتم مشاهدي اخبار الاولى بالجزائر. طيب المناه والى اللقاء.